الجواب صعب كتير طبعا، لكن لأنه أنت رجال كل شيء لك مباح، بس أنا إلي شرشحة قتل. حلوة كتير هالحياة جهاد، حلوة كتير. ناريمان ردي، وينك انتي؟ مستحيل انه ابقى بهالبيت، بدي هلا اعرف وينك ضروري يا ناريمان. صحتين وهنا. يس شرفتونا. لما قلت لي انك رح تحجز ما تخيلت انه بهيك مكان. والله هو بالعاده بيكون معجوق، حتى انه مستحيل تلاقي مكان مشان تقعدي فيه، لهيك حجزت. بس احيانا بيكون رواق مثل اليوم. ما مبين عليك انك بتحب تقعد هون موسى، ولهالسبب تفاجأت. الحقيقه نور انا جبتك لهون مشان تشوفيني على طبيعتي وتعرفيني منيح. ماشي، هلا بدي اشوف اللي ممكن اني اعرفه بالتمام. مثلا انه انا اليوم مولود. شلون يعني؟ ميلادي بيكون اليوم. انت عم تمزح موسى؟ لا عن جد. معقول اللي عم تقوله؟ اخترت انه تكون معي بيوم عيد ميلادك؟ ايه، لانه ولا مره قضيت عيد ميلادي مع حدا، ولا مره حدا كمان فطن او صار عنده خبر بهاليوم. طيب ولشو خبرتني وعزمتني؟ لانه انت مميزه بالنسبه لي. مو صعب تشوفي هالشي. يلا نبلش أكل. طبعاً. صحتين وهنا. عقلبك. ماجد، شو عملت؟ قلي مشي الحال؟ يعني بقدر أقول مبارك هلأ؟ والله بقيان شغلي. بنتي؟ بابا بالبيت عمتي؟ مو هون، في شي قولي. ألو نعم؟ طيب بجي هلأ فورا. ليش اجيت لهون؟ بنتي بالاول البنت بتسال عن صحه ابوها، ما هيك؟ اي مو كل لحظه خرجت تجي لعندي على الشغل كل ما اجى على بالك. يلا احكي قول. بتعرفي كثير منيح اللي بدي اياه. بدي مصاري. وليه بدي مصاري؟ من وين بدي اجيب لك مصاري؟ شبك بنتي بتجيبيهم؟ بتدبري حالك، ما بيخاف عليكي. شو عم تقول انت؟ شو هي؟ والله شوفت عينك، كاميرا هي وموديل قديم، يعني لسبب صغير، لأنه هالكاميرا بتصور فيها شغلات ممنوعة وسرية، لهيك يا عيني راح تخبيها برياحة. أنت عم تفهميني؟ شو عم تقصد باللي قلته؟ ليلى، ليلى فهمتي منيح شو قصد أنا، لأنك مو غبية. مستحيل،
ما بعملها مستحيل. مستحيل؟ بدك تروحي على الشرطة؟ وإذا بدك بروح لعند أمك وبحكي لها شو هي حقيقتك المتشرف، صرتي تفهميني؟ انقلع، روح بسرعة انقلع. اسمعي بنتي، عندك خيارين بس، يا تاخدي هالكاميرا من غير كلام لحتى تصوري لي فيلم محترم مع سليم بيك، أو بحكي لها لأمك وللشرطة عن كل شغلة صارت، عم تفهميني؟ الله يلعن هديك الساعة والأبهات اللي مثلك الله ياخدهم. لو كان اللي مثلك دعاء المقبول بتشتي مصاري الدنيا. سكي لأشوف، يلا بلشي بشغلك، بلشي بسرعة. يا فايز؟ شو عم يساوي هالفستان هون؟ هذا لرزان، نسيت؟ لا بس شو جابه على بالك؟ أنا اللي طلعت الفستان بابا. ممكن تقول إني أنا بيوم عرسي بدك يعني ألبس هذا الفستان لحتى أمي ترتاح؟ مع أنها بيجوز ما تشوفني، بس فستان عرسها هاد رح يخليها تكون موجودة بيننا. أنا ما سويت شي عيب لحتى ما ألبسه لهالفستان. ماجد حدد موعد كتابنا.